إذن يعني الأسواق العالمية أيضا من حولنا كيف تسير وفق كثير من المعطيات، خاصة أسعار الفائدة من الدرجة الأولى، معدلات التضخم، التوترات الجيوسياسية، كلها مسائل تقلق الأسواق. ونحللها مع رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد معنا. يعني كنا نتحدث عن هذه الأرقام والتوقعات بالنسبة للتوجهات، يعني اليوم أرقام التضخم ربما التركيز الأساسي حتى على مستوى توجهات السوق، يعني نشهد حركة نوعا ما حذرة انتظارا لهذه الأرقام التي ستظهر بنهاية الأسبوع. صحيح، نحن الآن ننتظر مجموعة من البيانات المهمة المرتبطة ببيانات التضخم على وجه التحديد من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في عندنا سلسلة من البيانات التي من نفس الفئة التي ستصدر من المنطقة الأوروبية. إجمالا ما ننتظره من هذه البيانات هي إشارات أكثر وضوحا، يعني شفنا اليوم اليابان في الصبح كيف التضخم عم يتراجع، وهذا هو الحال في معظم الاقتصادات العظمى، عم نشوف التضخم يتراجع بنتيجة التشدد الكبير في سياسات النقدية حول العالم والضغط بالاتجاه الهابط إن صح التعبير على التضخم نحو المستويات المستهدفة. الوصول للمستويات المستهدفة أمر واقع وممكن راح نوصل له قريبا أستاذ رندا، ولكن دون ضرر. هذا ما ينتظر أن يحكم عليه السوق، هل سوف يكون هبوطا ناعما للأسواق، هل سنصل إلى المستهدفات دون أن يكون هناك حالة من الركود أو التوتر أو التراجع الواضح في مؤشرات الـ PMIs أو مؤشرات المرتبطة بالإنتاج التصنيعي أو حتى ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة قبل أن يقوم صناع السياسة النقدية باتخاذ القرار بتقليص أسعار الفائدة. فبالتالي البيانات المنتظرة هذا الأسبوع ستكون بمثابة تأكيد على أن التضخم يتراجع كما يراه الفيدرالي دون الحاجة إلى رفعات أكثر في أسعار الفائدة، وأن المستقبل الآن إلى أسعار فائدة أقل، وربما سيزداد الضغوط على الفيدرالي لتحديد موعد أقرب نحو بدء تقليص أسعار الفائدة. نعم رائد، دعنا نتحدث يعني جيوبوليتيك هذه المرة فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي من الممكن أن تحرك الأسواق. أنت تعلم أن هذا العام هو عام انتخابات في أمريكا أو في أوروبا فيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع وصول يمينيين لهم سياسات مناهضة، وأيضا الجمهوريين ينافسوا على الخط دونالد ترامب. إلى أي مدى هذه المسائل تؤثر أيضا في القرار الاقتصادي أم أن المسائل منفصلة ربما وستتحرك هذه المسارات دون ضغوط سياسية؟ أعتقد سوف يكون للجانب السياسي والتوترات الجيوسياسية جانب مهم جدا من الآثار على الأسواق وعلى الاقتصاد خلال تعاملات العام 2024. مثل ما تفضلت، ننتظر الانتخابات الأمريكية، وكذلك الأمر لدينا توترات وصراع مقائم حاليا في منطقة الشرق الأوسط وتهديد للملاحة التجارية في البحر الأحمر. هذه الأمور يعني ربما سوف يزداد ثقلها وتأثيرها في الأسواق بشكل أكبر، إلى جانب التغير في السياسة النقدية. إذا بدي أحط عنوان واضح لي الأوضاع خلال العام 2024 فهي هذين العاملين الأساسيين، التوترات الجيوسياسية والتغير المشهد السياسي، وفي نفس الوقت لدينا التغير أو الانقلاب في السياسة النقدية. أعتقد لم تأخذ الأثر الكبير التوترات الجيوسياسية في الأسواق نتيجة عدم تصعيد أكبر في الحدث القائم في منطقة الشرق الأوسط، لذلك نحن عم نشوف إذا كان هناك دخول أطراف أخرى في الصراع الدائر بالشرق الأوسط مع وصول أطراف جديدة لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك بلا شك سوف يزيد من تأثير التوتر العسكري على الأسواق وربما يزيد الشهية نحو الملاذات الآمنة. طيب رائد، اليوم حتى على مستوى تحركات الأصول التي نشهدها مثل ما تحدثت في البداية، يعني ربما الحذر هو المسيطر برأيك، التوجهات بعد أن نقرأ في كل هذا أو هذه الأرقام والبيانات، الذهب اليوم إلى أي مدى يتجه؟ وأن تحدثنا عن الفترة الماضية كانت لدينا عدة قمم يعني وصلناها بالنسبة للذهب، اليوم ماذا نتوقع بالنسبة للتوجهات المستقبلية؟ حقيقة نحن عم نشوف انه في الذهب لا يزال متماسك بشكل واضح فوق مستويات ال 2020 دولار. عندنا نقطة مهمة جدا انه الذهب لم يبرق
كما ينبغي في ظل التوترات الجيوسياسية، ولم يستقر عند مستويات أعلى، ولكنه في نفس الوقت لم يتراجع بشكل واضح. نحن لا نزال في مستويات مرتفعة نسبيا، نحن عند 2060. نحن يوم الجمعة لما كان عندي بيانات البطالة الأمريكية عندما قرأت نوعا ما في بداية الأمر بطريقة ربما تكون لم تقدر بشكل صحيح من قبل المستثمرين، كان عندي هذا التقلب الكبير على أسعار الذهب، ولكن هبط الذهب إلى 2025 ثم عاد للارتفاع إلى ما يفوق 2062 دولار للأونصة. الآن مع هبوط تأثير البيانات المؤثرة خلال تعاملات هذا الأسبوع عادت الأسعار للتراجع مرة أخرى، ولكن تركز الذهب في محافظ الاستثمارية مرتفع فوق 10%. نحن عندنا ضغط كبير من قبل أصحاب المحافظ الكبيرة نحو التحوط بالذهب ضد التضخم الذي ممكن أن يرتفع في نهاية تعاملات هذا العام. بالتالي الذهب لا يزال مجاله قائم للارتفاعات أكثر في الفترة القادمة. دائما نشكرك رائد حامد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.